السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا مع الدائرة رقم 5 من كورس البار إلكترونيكس، ألا وهي السنجل فيز أن كنترولد فول ويف ريكتفاير ويز ار ال اي لود. تعال نتعرف على اللود الجديد ده هيعمل معانا ايه وهيفرق معانا ايه في الدائرة. خد بالك ان الدائرة دي فيها تو مودز اوف اوبريشن، برضو فيها كونتينوس وفيها ديسكونتينوس، بس احنا شغالين على الكونتينوس مود. اللي احنا قلنا التيار اهو في البداية هو اللي هيبقى عند حضرتك بصفر، لكن بعد كده مش هيوصل لعمره يوصل للصفر تاني، واتكلمنا فيها قبل كده. اما الديسكونتينوس ممكن ان هو يرجع للصفر اكتر من مرة، مفيش اي مشاكل خالص. تعال نرسم رقم 1 الباور سيركت ونعمل الاناليسيس بتاعنا ودوائر الار ال اي من الدوائر المحبذة للدكتور. فانت عند حضرتك ادي الباور سيركت، ادي السنجل فيز بتاعك، وادي الاربعة دايود، وصل وصل، وحط الحمل بتاعك ار ال اي سيركت. والتيار هنا اللي داخل هنا الاي اوت، وبتاخد الفي اوت من على النقطتين دول، وده بالنسبه لك الفي سورس، والخيار اللي ماشي من هنا الاي سورس. دايد واحد، دايد اتنين، دايد تلاتة، دايد اربعة. التسمية خلاص بقينا احنا شغالين عليها، مفيش اي مشاكل خالص. ده بالنسبة لحضرتك للباور سيركت بتاعتنا. عايزين نعمل الاناليسيس، فالاناليسيس نيجي في البوزيتيف هاف سايكل وفي النيجاتيف هاف سايكل. خد بالك بقى من تأثير البطارية دي بقى معانا هيشتغل ازاي. في البوزيتيف هاف سايكل انت فارض ان الدايرة كالآتي، وان التيار خارج من هنا، يعني الموجب جاي هنا والسالب جاي هنا. قلنا الموجب هيشغل دايود واحد، ومن تحت هيشغل دايود اتنين، فدايود واحد ودايود اتنين هيبتدوا المفروض ان هما يشتغلوا. بس الكلام ده مش حقيقي لحد الان. طب ليه مش حقيقي لحد الان؟ لان عند حضرتك بص هنا هتلاقي ان الاي جاي لها موجب، ودي واخده قيمة وليكن 30 فولت. القيمة دي واصلة لحد هنا، مسمعة معاك بموجب هنا وبموجب هنا. ده معناته يا باشمهندس، معناته ان انت عند حضرتك في البداية الموجة الساين ويف لسه بتقوم، لسه ما وصلتش للتلاتين. الحتة ديت عايزين ندخلها معانا في الحسابات في بداية السيجنال فقط عشان تبان اكتر. هروح بس على الويف فورم، هحط واقصد اللي انا اقول لحضرتك دي الساين ويف بتاعتنا. ادي ساين ويف بتاعتنا، ده في ساين، ده الفي سورس بتاعنا. عند حضرتك في قيمة للبطارية، البطارية دي لها قيمة ثابتة دي سي، فروحنا عاملين خط ثابت اهو، دي قيمة البطارية. لما انا قطعت دي مع دي راحت متقطعة في نقطة معينة، النقطة اهي، ونسقطها مثلا لكل النقط اللي تحت وليكن حاجة زي كده. الزاوية بتاعتها بتبقى حاجة اسمها ايتا. عند حضرتك دلوقتي انا اقصد بقى الفترة ديت، الفترة ديت لما نيجي نقارن الفي سورس بالاي، مين اكبر؟ تقول لي الاي اكبر من الفي سورس. دي بقى نرجع تاني ونعمل الاناليسيس بتاعنا. يبقى انت كده انا ضحكت عليك في البدايه وشغلت لك دايد واحد ودايد اتنين، الكلام ده مش حقيقي. انت تقول لي انا هدرس من اوميجا تي لحد الايتا، الايتا دي الزاويه اللي قطع فيها اللي عند حضرتك الاي دي سي مع الفي بتاعه السورس، دي الايتا اللي احنا نتكلم عليها. يعني هندرس من صفر لحد الايتا، من صفر لحد الايتا الفي انود بيساوي الفي سورس، والفي كاسود بيساوي البطارية. بما ان البطارية اكبر من الفي سورس، فساعتها دايود واحد ودايود اتنين مش شغالين اوف. الدايود واحد ودايود اتنين في الحالة ديت اوف. طب دايود تلاتة ودايود اربعة اوف برضو، مش شغالين، لان دايود تلاتة ودايود اربعة انت اصلا موصل عليهم العكس، يعني موصل الموجب على السالب وسالب على الموجب، فهو دول معكوسين. فانت الفترة ديت عندك كل الديودات اوف. معنى ذلك ان انت عند حضرتك ان الاي اللي ماشي في الدايرة هو بيساوي زيرو. على الرغم ان الاي بتساوي زيرو، ان في جهد، جهد مين؟ ما انا لو حطيت الافوميتر هنا هقيس قيمة البطارية، فالفي اوت بيساوي الاي. دي التركاية بس في الدايرة دي كلها. يبقى الدايرة دي كلها تاني انت عند حضرتك موجة ساين ويف بتقاطع معاها قيمة بطارية، البطارية بتتقاطع عند زاوية اسمها ايتا. قبل الايتا من صفر لحد الايتا انت الفي سورس لسه بيزيد، صفر بقى خمسة بقى عشرة، وانا بقول لك البطارية مثلا 30، لحد ما اوصل لل 30 الفي سورس بيساوي بعديها ولو 31 خلاص الديودات واحد واتنين يشتغل. فاحنا قسمنا البوزيتيف هاف سايكل لفترتين، يبقى البوزيتيف هاف سايكل تاني اهو
قسمناه لفترتين، الفترة الأولانية اللي هي الأوميجا تي عند حضرتك من صفر لحد الزيتا، ده دايود واحد ودايود اتنين أوف، ودايود تلاتة ودايود أربعة أوف، والتيار اللي ماشي في الدايرة بيساوي زيرو، والأي سورس بيساوي زيرو، أمال مين اللي موجود بس الفي أوت هو بيساوي ايه. طب بعد حضرتك بقى لما تبتدي من ايتا لحد الباي، أوميجا تي لحد الباي كده، دايد واحد ودايد اتنين اشتغلوا، وطالما اشتغلوا يبقى عند حضرتك اصبح عند حضرتك في فرق جهد. فرق جهد المفروض ان انت لما تيجي هنا هيجي لك الفي سورس ناقص الاي، وعند حضرتك بقى في تيار ماشي في الدايره اللي هو تقريبا عباره عن الفي اوت ناقص الاي على الار، فرق الجهد، الجهد هنا في اوت ناقص الاي على الار، لان الدايره اصبحت كالاتي، الريكتفاير لحد النقطة دي مع النقطة دي كأنه قلب ببطارية، بطارية بالشكل ده بتطلع في اوبوت افريج ابل ار ال اي. طبعا احنا بنتكلم على بطاريات، فانت عند حضرتك كأن دي مش موجودة، كأن دي الفريكوانسي بيساوي زيرو، مع ذلك ان الاكس ال بيساوي صفر كأنها سلك. دلوقتي دي ار وانا عايز احسب التيار اللي ماشي هنا، تقول لي يبقى الفي اوبوت ناقص الاي بتاعت البطارية على ار، ودي تاني تريكة ما عندك في الدايرة، يبقى التريكة الأولانية بتاعت دي والتريكة التانية القانون ده، ده اللي احنا طلعناه في البوزيتيف هاف سايكل. طبعا الديودات وهي مش شغالة متطبق عليها جهد سالب، وهي شغالة متطبق عليها جهد موجب، وهثبت لك دلوقتي الجهد حوالي كام بالظبط. طب نيجي بقى، نيجي بقى عند حضرتك في النيجاتيف هاف سايكل. في النيجاتيف هاف سايكل من المتعارف ان انت عند حضرتك ان المصدر بتاعك لما انت تيجي ترسم كده دي الاربع ديودات اهم، ان التيار بيبتدي يقلب اتجاهه، فبيبقى ده السالب وده الموجب، وبيجي هنا موجب، فده دايود واحد ده دايود اتنين، فبيشغل دايت 3 من فوق وبيشغل دايت 4 من تحت. طب يا باشمهندس، ما انت انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ايه الاي دي هتتقاطع هنا، يعني المفروض اللي احنا ندرسها من باي ناقص ايتا لحد الباي، يعني المفروض في البوزيتيف هاف سايكل ادي فتره التانية التالتة. اقول لحضرتك لا، انا شغال على الكونتينوس والتاثير بيبان في البدايه فقط. لما تيجي هنا هتلاقي ان انت عند حضرتك الملف بتاعك ده كان مخزن قيمة، قدر ان هو يشغل الدايرة هنا، مفيش اي مشاكل، ما عندناش في المشكلة في الحتة ديت، المشكلة كانت في البداية بس، لان كان الملف ساعتها مش مخزن اي حاجة خالص. لكن لما بتيجي هنا ايه اللي بيحصل، ان انت عند حضرتك ان الفي ال بيتجمع الفي بتاعت السورس وبيعدي بعد كده بيبقى اكبر من الاي، فساعتها ان الدايرة بتفضل شغالة عادي، والتيار ما بيوصلش للصفر هنا، بيفضل موجود لاننا شغالين على المود الكونتينوس، لان لو مشغل على الديسكونتينوس انت عندك حق، المفروض تيجي هنا الفي سورس اقل، الديودات اتقفلت، مع ذلك ان الاي اوت بيساوي زيرو في الحته ديت، لا احنا مش شغالين على الجزء ده. خلاص ان انت هنا في النيجاتيف هاف سايكل دايت 3 ودايت 4 ابتدوا ان هم يبقوا اون، ودايت 1 ودايت 2 ابتدوا ان هم اوف، والاوف بيتطبق عليه جهد سالب، والاون الجهد بتاعه بيبقى عبارة عن سلك. مش هنبص للإي تاني يا باشمهندس، لا مش هنبص ليها، الإي بصينا ليها في البداية فقط، لأن أنا شغال على كونتينوس مود، فالكونتينوس مود يهمه البداية بس، لكن بعد كده ما بيهموش الجزء الخاص بيه إن التيار هيوصل للصفر، لا، لأن التيار ساعتها مش هيوصل للصفر. فلو عايزين نرسم الفي أوت، إحنا قلنا إن الفي أوت في الجزء ده هو الإي، ودي تركة في الرسم، يبقى الرسمة الجزء هنا إي، وبعد كده انت عند حضرتك ان الفي طلعت بتساوي الفي اوت لحد الباي، فانت الفي تطلع بتساوي الفي اوت لحد الباي، ادي الباي اهو نزلنا منه، ده عند حضرتك من اليمة دي، وبرده من اليمة التانية هتطلع ان هي الفي اوت، ان الفي اوت برده بيساوي الفي سورس، فانت عند حضرتك ادي الرسمة بتاعتك في الجزء بس من صفر لحد الايتا هي طالعة بإي، لان لما جينا نقيس بالفولتميتر طلع لنا اللي هو الإي. عايزين نرسم الاي اوت، الاي اوت في البدايه كان في الحته دي بيساوي زيرو، لان ساعتها ما كانش فيه ولا دايت شغال، ولكن بعد كده لما ان هو خد قيمه ابتدى ان هو يطلع، بينزل بيقرب لكن ما بينزلش للصفر، ده الاي اوت بالنسبه لحضرتك. ممكن نرسم ايه، ممكن نرسم الجهد على دايت واحد ودايت اتنين مثلا، ف
فالجهد على دايد واحد وعلى دايد اتنين كان متطبق عليهم جهد في البداية لان هم ما كانوش شغالين، وبعد كده لما اشتغلوا بقى بصفر، وبعد كده رجع اتطبق عليهم جهد سالب. طب هل الجهد ده عامل زي الجهد ده؟ الكلام ده لا، لان في الحالة الاولانية كانوا كل الاربع دايدات مش شغالين، مع ذلك ان ادي شورت سيركت، ادي اوبن سيركت، وادي اوبن سيركت، وتحت اوبن سيركت، وتحت اوبن سيركت، وعند حضرتك ادي المصدر متوصل بالشكل الاتي. عشان حضرتك تاخد الفي سورس هتلاقي ان كل دايض متطبق عليه فرق جهد، فلو ده في سورس هتلاقي ان ده متطبق عليه في سورس على اتنين، وده في سورس على اتنين، فساعتها ان الجزء الحتة ديت مش عاملة زي دي، لان دي نصها، دي سالب في سورس على اتنين، اما دي اللي في سورس سالب في سورس، ده في الجزء اللي هو النيجاتيف هاف سايكل. لكن في البوزيتيف هاف سايكل هتلاقي ان انت عند حضرتك هو عبارة عن في متقسمة على اتنين، ان كل واحدة خدت كده، لان مفيش مسار مغلق، في كل مرة كان في واحد بيشتغل فبيبقى اللي واقع بس في سورس، لكن هنا متقسم على اتنين فيبقى في سورس على الاتنين. وطالما اللي انت هتعمل جهد نيجاتيف بس فده في حد ذاته حاجة كويسة، اللي انت كده فاهم ان هو نيجاتيف، ويا سلام بقى لما تعمله وتديله القيمة بتاعته. ونفس التفاصيل هناك، انت في البداية اصلا كنت الجهود التانية مش شغالة، فكان كله هنا ده في دايت تلاتة، وبعد كده لما اشتغل اصبح بيساوي زيرو. دي بالنسبة للويف فورم عند حضرتك. ممكن ناقص ايه ما رسمناهوش؟ ممكن نبقى ناقص الاي سورس. لو احنا عايزين نرسم الاي سورس عشان نمسح الكلام ده كله، وارسم الاي سورس، الاي سورس في البداية كان بيساوي زيرو، وبعد كده لما طلع بقى ليه قيمة، ولما جينا ندرسه على الرسمة طلع بالشكل ده. ده لحد الباي، ده لحد الاتنين باي، ده كان من صفر لحد الايتا. الكلام هنا كان بيساوي زيرو، الاي سورس كان بيساوي زيرو، وبرضو الاي اوت كان بيساوي زيرو، ولكن الفي اوت كان بيساوي الاي. دي التركاية اللي في الرسمة انا بأكد عليها مرة واتنين وتلاتة. خلاص بعد ما احنا ما جبنا الويف فورم ورسمنا البار سيركت وعملنا الاناليسز، بنبتدي نخش في الجزء اللي بعد كده اللي هو الجزء الخاص بالكالكوليشن، القوانين والحسابات اللي عند حضرتك. فتلاقي ان انت عند حضرتك قريبة جدا من ال R L اللي احنا كنا بنشتغل عليه. اول حاجة ال V output average عند حضرتك هي عبارة عن 2 V maximum على باي، مفيش اي مشاكل. عايزين نجيب ال I output average، دي تركاية في القانون ان هو فرق جهد ما بين حاجتين، لان الريكتفاير عمل بطارية اللي هو V output average، وفي بطارية موجودة اوريدي برضو في الخارج، يبقى لازم دول يبقى طرح البطاريتين، يبقى ده ال V output average ناقص ال E على ال R. مهم جدا القانون ده. رقم ثلاثة عند حضرتك بالنسبة للقوانين اللي انت ازاي تحسب مثلا اللي هو ال V N، فبقت عبارة عن 2 V maximum على باي، واحد على N ناقص واحد، ناقص واحد على N زائد واحد، وبعد كده تروح تجيب ال Z N تقول لي ان هي عبارة عن جذر N تربيع زائد N في أوميجا L تربيع، وبعد كده تجيب ال I N V N على Z N، وبعديها تروح تجيب ال I output R M S منها اللي هي عبارة عن جذر I output average تربيع زائد I 2 على جذر 2 تربيع زائد I 4 على جذر 2 تربيع زائد I 6 على جذر 2 تربيع. جبت من هنا بتعرف تجيب ال B E C، وبتعرف تجيب أي حاجة بعد كده. بس في تركة في القانون، لما بيجي يطلب الباور فاكتور وانا كتبته لوحده اهو، هو عبارة عن البي على البطارية زائد البي على المقاومة مقسومين على اس، فبتبقى عبارة عن اي اوبوت افريج في اي زائد اي اوبوت ار ام اس تربيع في ار على الاس، والاس طبعا عادي دي في سورس ار ام اس مضروبة في الاي اوبوت ار ام اس. طب ليه انت عملت البسط كده؟ عند حضرتك فوق مقاومة وملف وبطارية. البطارية ما ينفعش اللي انا جاي اقول اي او بطار مس فيه، هي دايما البطارية بتدينا جهد دي سي فقط، باور دي سي فقط، فهو دايما عبارة عن انا فصلته اي او بوت افريج في ايه واي او بوت ار مس في ار، لان ده الجهد الفعال اللي على المقاومة، ما عنديش مشاكل. ده ما بحسبلوش جهد لان عند حضرتك ده مش ابسوربشن ايلمنت، ده عند حضرتك ستورج ايلمنت، فده من ستورج اليمنت يبقى ما بيحصلش عليه فقد، هو بيخزن ويفرغ، يخزن ويفرغ،
ده بالنسبة للباور فاكتور. لو كان طلب كفاءة التحويل، كفاءة التحويل هي عبارة عن الباور الدي سي على البي اي سي، واشهر طريقة تحسب بيها هي الفي اوبوت افريج في الفي اوبوت افريج على الاي اوبوت ار ام اس في الفي اوبوت ار ام اس. طالما انت حضرتك في دايرة ار ال اي سواء هنا او في الكنترول، ده الله يكرمك عوض في القانون ده عشان تضمن لنفسك، لان في بعض الاقاويل الافشنسي بتبقى عبارة عن اي اوبوت افريج في اي زائد اي اوبوت افريج تربيع في ار على الاي اوبوت ار ام اس في اوبوت ار ام اس، والكلام ده مش بيطلع نفس الناتج بتاع ده. فاحنا بنشتغل على القانون الاصلي اللي هو بي دي سي على بي اي سي. اما الباور فاكتور كل المراجع اجمعت على ده، فطالما كله اجمع على ده يبقى عندناش اي مشاكل، وده الافشنسي اللي انا بشتغل عليه. دي ملخص القوانين، والحل بيكون زي ما انت حضرتك كنت بتحل قبل كده. بنبه بس برضو اي دوائر اللي هو الار ال والار ال اي وسواء حتى الار، كل البيك انفرس فولتج هي اكبر من يساوي الفي ماكس. لو انت عايز الاي ماكس بتاع الدايود هو عبارة عن في ماكس على ار، لو عايز الاي دايود ار ام اس هو عبارة عن اي اوبوت ار ام اس على جذر 2، ولو عايز الاي دايود افريج هو عبارة عن اي اوبوت افريج على 2. كل الكلام ده صح، مفيش اي مشاكل فيه في الدوائر دي كلها، عشان انا ما قلتوش الدايره اللي فاتت بس، فباكد عليه اهو. هنا مدي لحضرتك اهو، مدي لحضرتك فول ويف ريكتفاير في الشكل رقم 2، الاي سي سورس يبقى الفي سورس ار ام اس اهو هي عبارة عن 120 فولت، ومدي لحضرتك ان المقاومة هي عبارة عن 2 اوم، ومدي لحضرتك ان الملف عبارة عن 10 ملي هنري. الفي دي سي هي عبارة عن 80 فولت. الماين ابسوربت باي دي سي فولتج، يعني عايز يجيب الجهد البار اللي على البطارية، البار اللي على البطارية اللي هو عبارة عن اي اوبوت افريج في اي. فنروح نشوف الموضوع، وعايز البار الابسوربت في المقاومة يبقى عايز البار على المقاومة بس كده. هو في البداية عايز كده، وبيقول لك اسيوم اللي انت شغال على كونتينوس كارنت. بنروح اول حاجة نجيبها الفي اوبوت افريج، قلنا ان هي 2 في ماكسيمم، الفي ماكسيمم يبقى 120 في جذر 2 على باي. يطلع عند حضرتك الفي اوبوت افريج هو عبارة 2 في 120 جذر 2 على باي، اللي هي بتبتدي اللي هي تطلع عند حضرتك تقريبا 108.04 فولت. بعد كده بنروح نجيب الاي اوبوت افريج، هو عبارة عن في اوبوت افريج بتاعت الريكتفاير ناقص الاي بتاعت البطارية على الار، فتبقى 108.04 ناقص الاي بتاعت البطارية 80 فولت، نقسمهم على الار 2، يطلع عند حضرتك ان التيار 14 امبير. جبنا الاي اوبوت افريج، نروح نشتغل على الفي ان بقانونها، ونروح نجيب الزد ان بقانونها ونملى الجدول. فالجدول هو عبارة عن ان بيساوي زيرو، ادي الان، وبنروح نجيب الزد ان وبنجيب الفي ان، وبعد كده نجيب الاي ان. الان بتساوي 2، الان بتساوي 4، الان بتساوي 6. قلنا عند الزد ان بتبقى الار، فتبقى الار بتساوي 2، وعند الفي ان بتبقى هنا هتبقى عبارة عن البسط بقى اللي هو في اوبوت افريج ناقص اي، اللي هو 108 و4 ناقص 80. والاي ان هيطلع الاي اوبوت افريج هيطلع اللي هو ال 14 عند حضرتك. نملى الجدول الباقي هيبقى عبارة عن 7 8، بنملاه زي طريقة زي المرة اللي فاتت، 15 و2 22 و7 1. ممكن نكتفي بالقيمة ديت، 72 14 و4 6 و17. نجيب التيارات هنا، 9 2 3 9 4 2 7. جبنا التيارات، لا يهمني الجزء ده عشان هروح اجيب منه الاي اوبوت افريج تربيع زائد الاي 2 على جذر 2 تربيع زائد الاي 4 على جذر 2 تربيع، الكلام ده كله تحت الجذر. يبقى انا جبت الاي اوبوت ار ام اس، يطلع عند حضرتك الاي اوبوت ار ام اس حوالي 15 4 6 امبير. طب بما ان انت حضرتك جبت الاي اوبوت ار ام اس، ممكن نخرج بره كده. يبقى الاي اوبوت ار ام اس هو عبارة عن 15 4 6 امبير، والاي اوبوت افريج كان طالع عبارة عن 14 امبير، وكان عند حضرتك ان البطارية كانت بتساوي
80 فولت، والراجل مديك المقاومة ب2 اوم. عايز الباور اللي على البطارية يبقى 80 في 14. 80 في 14 يبقى انت عبارة عن 1120 واط. عايز الباور اللي على المقاومة يبقى هو اي اوت ار ام اس تربيع في ار، يبقى 15 4 6 تربيع، تضربها في الار اللي هي 2 تطلع 4 7 8 واط. هو ده اللي هو عايزه في المسألة الأولانية. نيجي على المسألة التانية، نفس الكلام مفيش أي مشاكل، إن أنت عند حضرتك المقاومة مديها لك ب5 أوم، ومديك الملف ب60 ملي هنري، ومديك ال VDC البطارية 36 فولت، والمصدر ال V-Source هو عبارة عن 220 فولت RMS. هتبتدي اللي انت عايز الكلام ده كله، هتبتدي اللي انت تحسبه برضو كالآتي. انت رقم واحد بتروح اللي انت تجيب ال V output average، هتقول لي عبارة عن 2 V maximum. ال V maximum يبقى 220 جذر 2 على باي. عايز تحسب ال I output average، فهيبقى عبارة 2 في 220 جذر 2 على باي، ناقص البطارية 36 على قيمة المقاومة على 5. نطلع من هنا ال I output average. طلعنا ال I output average، بتروح بعد كده تجيب ال VN وال ZN من الجداول عند حضرتك، ومنها بنجيب ال IN. جبنا ال IN بنجيب ال I output RMS. خلاص جبت ال I output RMS، انت تحللك كل حاجة. عايز الباور ال absorbed by the resistor، الباور على المقاومة، هيبقى عبارة عن I output RMS تربيع في R. عايز بعد كده الباور فاكتور، اول حاجة الباور على الدي سي، يبقى الباور على الاي هو عبارة عن الاي اوبوت افريج في قيمة الاي، الرقم اللي جبناه من هنا مع الاي اللي هي 36 جبناه. بعد كده الباور فاكتور قلت لك هو الباور على البطارية زائد الباور على المقاومة مقسوم على في سورس ار ام اس مضروبة في الاي اوبوت ار ام اس، ومن هنا يبقى انت طلعت قيمة الباور فاكتور. وميزة برنامج البي اس اي ام اللي انت ممكن تروح تقارن كل نواتج المسائل ديت من على البرنامج بخطوة واحدة. اخر مسألة عند حضرتك، مديك ان انت حضرتك الفي سورس هنا 120 فولت، ومديك التردد حوالي 60 هرتز، ومديك الار بتساوي 5 اوم، ومديك الملف ب4.5 ملي هنري، ومديك الفي دي سي 20 فولت. رغم ان الملف صغير قالك اسيوم كونتينوس، يبقى خلاص احنا نشتغل على الكونتينوس. برضو نفس الموضوع مفيش اي مشاكل، في اوبوت افريج تبقى عبارة عن 120 جذر 2، 2 في 120 على جذر 2. احنا المرة اللي فاتت حسبنا 2، اه مظبوط، 2 في 120 على جذر 2 على باي، يطلع ان الفي اوبوت افريج هنا عند حضرتك 104 فولت. بعد ما جبنا الفي اوبوت افريج نروح نجري نجيب الفي اي الاي اوبوت افريج، يبقى في اوبوت افريج ناقص في دي سي مقسوم على الار يطلع حوالي 17608 امبير. خلصنا ده وخلصنا ده. بعد كده بنروح الفي ان والاي ان عشان نجيب الاي اوبوت ار ام اس، مش شرط نعيد كل الطريقه، بنروح نجيب الزد ان والفي ان وبعد كده الاي ان، وبعد كده نكتب قانون اي اوبوت افريج تربيع زائد الاي 2 على جذر 2 تربيع زائد الاي 4 على جذر 2 تربيع. بناخد القيم من الجدول، القيمة التانية والقيمة الرابعة، ونحطها مع الاي اوبت افريج، نطلع الاي اوبت ار ام اس يطلع 19566 امبير. جبت ده خلاص الموضوع كله بيبقى اتحل. ديترماين ذا افريج اوبت كارنت، اهو ديترماين ذا افريج دايت كارنت، يبقى الاي دايت افريج هو عبارة عن الاي اوبت افريج على 2، يطلع عبارة عن 8804 امبير. او بطار ام اس كارنت اهو، الاي دايد ار ام اس 19566 على جذر 2، يطلع عند حضرتك الاي دايد ار ام اس عبارة عن 13 84 امبير. بس هو ده اللي هو عايزه. يبقى كل الموضوع هو موضوع سيستماتيك، الار والار ال اي قريبين من بعض، الفرق ما بينهم هو قانون الاي اوبت افريج عند حضرتك، ان فوق كان في اوبت افريج على ار، ده هنا في اوبت افريج ناقص اي على ار. البار فاكتور فوق كانت عباره عن بي اي سي على ار على بي دي على الاس، البار فاكتور تحت كان عباره عن بي بطاريه زائد البي على المقاومه على اس،
دي بعض الاختلافات، لكن القوانين بتاعت الريتنج بتاعت الدايود هي هي، الفي اوت افريج هو هو، الطريقة بتاعت الجدول هي هياها. فانا شايف ان لحد الان مفيش ولا دايرة صعبة. نأكد بس على الحالة الاولانية، ان انت عند حضرتك ان انت كان عندك الحمل بتاعك كان كالاتي، فالديودات واقع عليها جهد بطارية موجب هنا، فلما كنتش تتغلب على الجهد ده الدايود عشان يشتغل، لو هنا 5 فولت وهنا 6 فولت مش هيشتغل، لازم ده اللي هو الفي انود لازم يبقى اعلى من الفي كاثود. ففي البداية ظهر لنا فترة كده في الموجة اللي هي لحد الايتا، ان هنا دي البطارية ايه ومسمعة معايا بعد كده، وبعد كده الجهد ابتدى يزيد. في الفترة ديت الاي اعلى من الفي سورس، فكانت الديودات كلها مقفلة، دايود 1 ودايود 2 ودايود 3 ودايود 4. بعد كده انا ما يهمنيش بقى، انا يهمني الجزء الاولاني ده لان انا شغال على الكونتينوس بالنسبة لك. ولو انت حضرتك طلب منك تجيب الايتا سهلة، ما انت عندك معادلة الفي اوف اوميجا تي هي عبارة عن في ام ساين اوميجا تي، صح كده؟ عند الاوميجا تي بتساوي الايتا، الفي اوف ايتا هتلاقيها بتطلع بتساوي الاي، فالفي اوف ايتا اتعوض هنا يبقى في ام ساين ايتا بيساوي الاي، يبقى الايتا هي عبارة عن ساين ماينس 1 الاي على الفي ام لو هو الراجل طلبها. دي بعض الحاجات الملاحظات، والباقي تمام. والافشنسي بقى بنبه احلى حاجه في اوبوت افريج، اي اوبوت افريج على في اوبوت ار ام اس، اي اوبوت ار ام اس. بالتوفيق، وانتظروا دوائر الكنترول. ده كده شيت 1 وشيت 2 كله خلص، نبتدي نخش في دوائر الكنترول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.